السلام عليكم أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. السلام. اليوم يوم 14 تموز من عام 2016، نحن في بحيرة بارس في ديليجان مع عائلة الأخ مفيد والسيد الوالد من عائلة الحمداني والأخوة معانا. جينا بزيارة إلى جنة الأرض مثل ما نقول ديليجان. مار شنو رأيكم بالمنطقة إخوان؟ والله هذه المنطقة الحقيقة مثل وصف إلا واحد يشوف، يعني الوصف واحد والنظر بالعين واحد. إن شاء الله. يعني أجمل منها ما أظن، شفت حياتي أجمل منها. إن شاء الله، إن شاء الله دائما تزورون أماكن حلوة ونتمنى كل أصدقائنا يزوروها. والاخوان ابو محمد والاخ ضيف والاخ غدير بصحبتنا وعوائلهم الكريمه. الله يسلمك. بالنسبه لهاي الرحله كانت رحله جدا جميله ورائعه، والاروع ما فيها طبعا الاخ ابو ماسيس طبعا يسوي في الجو كلش حلو. الله يخليكم. الله يخليكم. بالشو بالنسبه للبحيره، فهاي بحيره يعني فشي يعني ما له وجود بهاي المنطقه، غير بس انا ما شايفه بالتقارير بس بالمناطق الامازون. الخضار الاشجار يعكس على البحيره، تبين بلون اخضر زين، طبعا هي مو خضره لما تشيل ايدك الماي ابيض. نعم زين، هذا خضار الاشجار المحيطه بها. بالضبط. هسه شوف الجبال المرتفعه، جبل ورا جبل في سلسله جبال ما تنتهي، فمكان جدا رائع وانصحكم بزيارته ان شاء الله.